المدرسي كما قلت سيد وزير التربية الوطنية ستنظم ندوة صحفية في القريب حول مختلف القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي، سواء مسجل جدد في المؤسسات التعليمية والنساب والمجهود المرتبط بالتعليم الأولي، المجهود المرتبط بالدعم الاجتماعي المدرسي سواء تعلق الأمر بتيسير أو مليون محفظة أو تعلق الأمر بالداخليات والإطعام المدرسي أو النقل المدرسي، ثم أيضا ما يتعلق بتوفير الكتب. نعم سجلت بعض الملاحظات أو الإشكاليات في بعض المناطق تتعلق بتوفير ديال الحاجيات للكتب المدرسية. المديرية المعنية راه معبأة حتى نضمن تغطية الخصص. سجلت هذه الملاحظات وراه كما قلت كاينة تعبئة على أساس أن الدخول المدرسي هذه السنة الحمد لله في العموم مرة في ظروف إيجابية، والمعطيات ستعلن عنها في هذيك الندوة الصحفية. راه صدر بلاغ في هذا الموضوع معالي الوزير في المناطق اللي فيها فيضانات أو اضطرابات حتى الجوية، علاش سولنا؟ السؤال ديال الدخول المدرسي تقريبا سؤال من طرف عدد منا. انا عاد جايز هذا المعطى اللي تحدثتي عن السؤال ديال الخسائر المرتبطه بالحوز والرشيديه. الحوز فيه مناطق معزوله فيه 11 ديال مناطق معزوله سيد الوزير، حنا راي الحكومه واش يمكن تبعينا؟ ليست هنالك مناطق معزوله، كاين مشاكل ولكن المجهود الذي تشتغل لان وزارة الداخلية مع وزارة التربية الوطنية التعبئة والتنسيق المكثف بين هذين القطاعين الحكوميين بالإضافة لوزارة التجهيز من أجل التأمين ديال انطلاقة سليمة للدخول المدرسي. قانون الحجز السيد الوزير مازال الناس ما دخلوش، أنا من مراكش ولا من أي قانون الحجز الناس مازال ما دخلوش الدخول المدرسي. سؤال واضح أشنا وليد أسمح سمحتي لي يمكن فاش نجاوب ديالي قلت لك تحقيق باش نوضح لك السيد الوزير. لا سمحتي لي يمكن فاش ننتهي تاخذ قلت في الجواب ديالي ان القطاعات الحكوميه المعنيه معبره بمعنى المشاكل الموجوده الحكومه لا تنكرها، هي لماذا معبره؟ لمعالجه تلك المشاكل، هذا هو مقتضى الجواب. وذهبنا ابعد انه على المستوى الوطني مختلف المناطق اللي هو عندها مشكل ديال هذه البنيات سيوضع برنامج لنقلها واعاده بنائها في مناطق حتى لا تكون معرضه لهذه المخاطر ديال البرنامج. والامر لا يتعلق فقط بالحوز والرشيديه، الاقليم التلوثات ايضا برزت فيه مشاكل، وايضا المناطق لأن تلوثات كاين تلوثات الشمالية وتلوثات الجنوبية، وأيضا إلى جانب تلوثات الجنوبية هنالك الشيشاوي، فهنالك سلسلة من المناطق والتعبئة القائمة تقوم على رصد هذه النقاط لمعالجة الإشكاليات، والأمر لا يتعلق فقط بالوسط ديال المغرب، بل أيضا في مختلف المناطق الجبلية أو الصعبة التي تواجه مشاكل. ولهذا المجهود حاليا مازال متواصل، والامر مرتبط بزيارات ميدانيه انطلقت لان كانت تعليمات ملكيه ساميه قبل الزياره ديال الفاجعه ديال الرشيديه، والان ستتواصل في مختلف هذه المناطق. وهذا الامر ما منبنيش فقط على ردود فعل إزاء المناطق اللي عرفت مشاكل، الآن تصور شمولي لمختلف المناطق اللي فيها مجاري ديال الوديان، خاصة وأن بعض البنايات كتكون تبنات في إطار مبادرات محلية أو مبادرات حصلت قبل سنوات قبل ما تصدر الأنظمة ديال التعمير والأنظمة قبل سنوات. وهنا أشير إلى المجهود الذي سيبذل لتعميم وثائق التعمير في المجالات الجبلية
اما وجود مشاكل فعلا يعني انا بالنسبه لينا لا الـ يعني الـ الـ بالنسبه للحكومه لا ننكرها بل بالعكس كنتحدثوا على ملعبا من اجل تجاوزها.